طيب تعالوا بقى نتكلم عن امر اخر من الامور المحترمه جدا واللي دايما بتكون مقترنه بالنادي الاهلي وانجازاته وهذا الكيان المحترم ومراعاته الشديده لكافه اعضائه. خدمات النادي الاهلي لاعضائه حقيقي حاجه تفرح جدا وحاجه مميزه جدا. النادي الاهلي قرر انه يخصص حافله جديده لخدمه اعضاء الجمعيه العموميه عشان يستخدموها في الرحلات. قامت اداره النادي بتسلم الحافله بالامس بعد انتهاء كل الاجراءات الخاصه بهذه الخطوه، وكان مجلس اداره النادي الاهلي كان حريص جدا على التعاون مع الاداره التنفيذيه والتنسيق مع اداره الخدمات وطبعا قسم الرحلات والحجوزات على ان تكون الحافله المخصصه لرحلات اعضاء الجمعيه العموميه موديل السنه موديل 2020 بما يليق بنادي القرن وبما يليق باعضاء جمعيته العمومية. وكمان لتوفير سبل الراحة ليهم. من المنتظر طبعا أن تسهم هذه الخطوة في توفير خدمة مميزة لكل أعضاء النادي خلال الرحلات التي يتم تنظيمها على مدى العام في إطار البرامج الترفيهية للأعضاء، طبعا حاجة محترمة جداً.